صباح النور عليكم في مراكش، ومرحبا بشوف تي في والناس اللي كتشوف شوف تي في. هو اش غادي نقول لك، هو البارح انا غنعطيك هذا يعني ليكم نتوما، هو الفيلم تلحنش البارح دار 80,000 يعني في ظرف ديال جوج سيمانات، يعني واحد الراكور، وبيه كنعرفوا ان راه كاين جمهور سينمائي كيتفرج وبيجي يشوف كاع الافلام المغربيه. وكنقول من المنبر ديالكم شكرا للناس اللي شافوا الفيلم، وشكرا حتى للناس اللي ما شافوش الفيلم. يعني ملي كنقولوا 80,000 فانا ما درتهاش يعني مجموعه افلامي، يعني كتقول هنا تيبان لك يعني بالبرهان ان راه عندنا جمهور سينمائي محتاج للقاعات، محتاج يشوف افلام قريبه عليه. وكنوعدكم انه افلام مغربيه كامله حاليا هي اللي كدير البوز دابا على الافلام اخرى الحمد لله، وبغيتكم تشوفوا كاع الافلام يعني حفاظا على 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 شي حاجه اللي كنسميوها يعني واحد التاريخ، لان البلاد بلا سينما فراه بلاد ما عندهاش هويه. فالا حنا ما حافظناش على هاد السينمات بدخولنا للافلام فراه غادي نوليو نسوردو افلام من برا، وهادشي اللي كيخلع اي ممثل او اي فنان يعني مهتم. زائد نجاح الفيلم هو نجاح الناس اللي خارجه، انا كنت قلتها واحد المره، انا ماشي باش الجمهور يتعاطف مع عزيز، لا، انا كنت قلت واحد الكلمه لان انا يعني تلاقيت بيها هاد المراه هادي، انا تلاقيت بها وما كانش بصراحه وثقوا مني، ما كناش حنا كاملين ما تنفكروش من اللي كتسد سينما، يعني تتسد سينما مثلا ب يعني سدات لانه ما بقاوش كيدخلوا الناس. فين كيمشيو دوك الناس؟ فين كيمشيو الدريات اللي خدامين في لاكاست؟ فين كيمشيو الناس اللي خدامين مثلا تما في الميناج؟ فين كيمشي ذاك الراجل اللي كيكون قدام الباب؟ فين بزاف ديال الناس حنا كنجنيو عليهم ملي كنبداو نشوفوا الافلام بيغاطي، وملي كنولوا حنا ما تنمشيوش للسينما، فحنا راه ما تنعيشوش غير بوحدنا فتنعيشوا مع ناس اخرين. وهذا اللي تيفرحني ملي كنلقى لاصه العامره وتنفرح على هذا الشيء زعما بصراحه. بصح انا نقول لك، انا احكي انا 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 الحكايه اللي كنتي في شوف تي في، انا كنت كنتغدى لاله في واحد القهوه هي بسيطه، هي كاينه جيت في كيليس، هو واحد راجل كازاوي كيطيب لنا ماكله مغربيه، وماشي غير انا اللي كنت كنتغدى، انا واحد مجموعه ممثلين اللي كيجيو كنتغداو عنده في الجمعه، لانه كيدير واحد الكسو بحال ديال والدينا يعني فهمتيني. وتصابيت مع واحد المراه اللي هي قالت لي خليني انا نخلص على داداز، ما جاتني بشي شكل. قلت لها لا زعما، وانا قلت يمكن شي حد تيبغيك ولا شي حد. قالت لي انا خدامه في السينما بلا ما نذكر الاسم. قلت لي وتنفرح ملي تنشوف الافلام تيجيو لها الناس، حتى حنا كنستافدوا، فانا تنستافدوا منك في افلامك. هذا اللي خلى عندي هذاك الشعور من قبل، وقلت ان راه بصح ملي كتسد قاعات سينمائيه فراه الناس بزاف الناس تضيع. وانا عارف المواطن المغربي كيبغي الافلام المغربيه، وهذا خير دليل ملي كنقولوا مثلا طريق لقب العامين ونص، وكنقول دالاس عام ونص، وكنقول فيلم ديال الاوركسترا دو مينوي، وكنقول مثلا فيلم ديال جهان بحار في بلاد العجائب، وهو دابا الحج. فتتقول مثلا كيفاش يعني ملي كتشوف الارقام يعني في المركز السينمائي كتعرف ان عندنا جمهور. فراه اللي خاصنا حنا خاصنا صال قاعات لبعض المناطق اللي كيتصلوا بيا ما عندهمش باتصال، خاصنا منتجين خواص يزعموا معنا، راه حتى السينما فيها الفلوس. وخاص كثر الجانب شويه الانساني. الحمد لله الفيلم ديال الحنش نهار الثلاث غادي يكونوا فيه معروضين للعجزه، وهذا شرف لي كبير، ماشي العجزه المتخلى عنهم. وتنشكر الدكتور صاحب سينما ريتس اللي زعما وافق انه يعطينا قاعه ويكون غراتوي، وغاينين صحافه ان شاء الله في الثلاث. وهذا في كازا، وهذا بارمي الخدامي اللي خصو يدير لاكت الفنان. يعني حنا الفنان ما يبقاش غير كنهضروا على الكونترا والعجز وقع لينا والفلوس، يعني كاينين دي زيفينمون الانسان خصهم يديرهم وصافي. هادشي اللي كاين. العام الجديد انا كنصور مع ابراهيم الشكيري دابا واحد المسلسل، هو مسلسل ديال واحد اللي تشد على مشكل صغير وكيتلاقى مع واحد الشيخ في الحبس اللي عنده واحد الخريطه، وصرت وراه في بيرسوناج ديالي شويه طميع، وغياخذ هذيك الخريطه على ديال واحد الكنز اللي هو غيمشي يقلب عليه في مدينه اخرى اللي هي طاطا. ومعايا نجوم زوينين، عندي معايا باسو، معايا كليلة ابو النعيلات، معايا اسامه البسطاوي، معايا ممثلين تبارك الله شباب زوينين. وهذا والمغامره غيكونوا معايا يعني بربعه باش نقلبوا على ذاك الكنز. فتنخلي لنهايه المسلسل الجمهور اللي هو اللي غيكتشف ان شاء الله. انا كنت قلت للمذيع البارح قلت له حلمي اني نطلع سور سين ونقول لاي واحد جا حضر الفيلم نقول له شكرا، ونقول لك كنبغيكم، ونقول كنخاف بعض المرات ملي كنكون كنصور تنخاف اني ندير شي حاجه اللي ما ترضيش الناس. واللي كيعجبني اكثر، انا البارح كنت انا في السينما في مراكش حضرت الفيلم ديالي، اللي كيعجبني اكثر ملي كنشوف الدري الصغير والاب والام ولو جون ومع مراته، وهذا كنحس ان تنجمعوا العائله. وهذا هو يعني خدمه الممثل او خدمه السينما، اننا كنحاولوا ما امكن ان نجمعوا العائله، لان كنحس مؤخرا بدينا كنتشتوا
يعني يمكن لا تكنولوجي يمكن هادشي العولمه، لان قد ما زدتي شويه قد ما تتاكل العصا، يعني ولات واحد التفريقه ما بيننا وما بين وليداتنا، تفريقه ما بيننا وما بين اهلنا، تفريقه ما بيننا وبين والدينا. وفي السينما يمكن ملي كتشوفي الناس كتحسي انك راك تجمع العائله وتتخرج مفرحانين، وهذا هو الهدف يعني.